زعما الارقام لا شوف هي عامه صراحه لا نهضروا على الجماهير ما نهضروش على الدفاع الحسين الجديد هذا الجمهور ديال الدفاع الحسين الجديد الجمهور ديالنا بطبيعه الحال اللي كيساندنا دائما بقوه ولكن انا صراحه انا منبهر كيف كاع جميع المغاربه والعالم كامل بالجمهور المغربي صراحه ديال كل الانديه وخاصه الانديه اللي كتشارك في البطولات الافريقيه والبطولات الدوليه اللي كيشرفوا بلادنا هذا مباراه بزاف بطبيعه الحال ضد الوداد بطل الموسم الماضي وبطل افريقيا ومازال تابعوا مباراه مهمه ديال السوبر كوب حنا بطبيعه الحال غادي غادي الفريق الحسن الجديدي لهذا الموسم الدفاع الحسن الجديدي كيف كنقول دائما شي واحد كيمشي على قد جهده ملي كيكون عندك شي 200 درهم في جيبك وباغي تمشي تشري شي سروال ولا قميجه خصك تمشي على قد حالك حنا الدفاع الحسن الجديدي كيف واحد العدد ديال الانديه بطبيعه الحال كنعانيو من يعني ماديا هذا ما فيه شك وكنتمشاو على قد حالنا وكنحاولوا ما امكن نطلعوا وليدات ديال المركز التكوين باش نوجدوا المستقبل هادشي اللي نقدر نكون شوف الهدف ديال كيدار لي ديالنا حنا كاملين المتبعين ديال الكره ديال البطوله الوطنيه والكره القدم عامه كن الكل كنا كنبغيو نشوفوا مباريات جميله وفيها الفرجه وكيكون فيها الريتم عالي نتمنوا كذلك اليوم ان شاء الله بحول الله كيف قلتي الوداد فريق يعني اللي كيشهد به العالم والدفاع الحسني الجديد فريق كذلك اللي عنده اليوم شبان كيلعبوا الكره وعندنا مدرب جديد لسعد الشابي اللي صراحه كيقوم بواحد العمل جبار اليوم داخل نادي الدفاع الحسني الجديد اوكي نعم خصوص التعاقد ديالكم مع لسعد الشابي وفسخ العقد مع بن شيخة اللي انتقل لنهضة تبركة لا ما فخصناش العقد مع بن شيخة ترادي لا ما كاينش ترادي سنة العقد ديالو سنة لا كان سنتين وسالات وكل واحد بطبيعة الحال كان عند خونا بن شيخة عرض مهم وهذا يعني عادي جدا بل مع سعد الشابي كيف قلت حنا يعني الاستراتيجية اللي غادي عليها النادي اليوم كيف قلت وحنا خاصة داخلين في واحد عندنا واحد البرنامج ديال التكوين اللي كنضربوا وكنجاهدوا باش يكون عندنا ان بيدجي دو فونكسيونمون للسونتر ديالنا واليوم كيف قلت البروفيل ديال سعد صراحه بان لينا صالحين لانه هو عنده اهتمام كبير بالشباب وبطبيعه الحال هذا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.